هذه هي أول طائرة إيرباص من طراز A350XWB من بين 80 طائرة أخرى تعاقدت عليها شركة الطيران القطرية. ووصلت الطائرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة الأسبوع الجاري، وكانت الشركة القطرية هي أولى شركات الطيران التي تعاقدت على شراء طراز A350. وتتوقع الشركة أن تبدأ إيرباص في توريد بقية الصفقة بحلول النصف الثاني من العام الجاري. وعقب وصول الطائرة، قال ديدي إفرار نائب رئيس التنفيذي لبرنامج A350 في شركة إيرباص إن الشركة تتوقع المزيد من مبيعات الطائرات مستقبلا نظرا لنسبة النمو المرتفعة بمنطقة الخليج. وأعرب إفرار عن تطلع إيرباص إلى أكثر من 50% من السوق بمنطقة الخليج، مشيرا إلى إمكانيات الطائرة A350 إذ تتميز بساعتها الكبيرة وقدرتها على العمل في رحلات المدى الطويل وأيضا الرحلات الإقليمية. وتتوقع شركة الطيران القطرية أن تتسلم 9 طائرات A350 خلال العام الجاري، ثم طائرة شهريا بعد ذلك حتى مطلع عام 2016. وتقول الشركة إن صفقة الطائرات أبرمت مع إيرباص ضمن الاستعدادات لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها الدوحة. خالد حسين، رويترز.